السلام عليكم بنياتي خوتي خواتاتي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ بخير وعلى خير ان شاء الله. تلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله. بنياتي هذا الفيديو تحت الطلب المتتبعات، طلبوا مني ندير لهم وصفه ديال اسقاط الرحم. كاين بزاف النساء كيهبط لهم الرحم، يعني كيولي يعني كيطيح لي، كنقولوا حنا كيرب الضيجه العاميه، كيطيح لهم، كطيح لهم الوالده، ملي كطيح لهم الوالده ما كيقدروا لي يتمشاو، كيضرهم الظهر، كيجيهم شي مشاكل كثيره. وكاينين البنات اللي يلا تزوجوا وما عارفش انهم الرحم ديالهم طيح وما كيولدوش وما كيعرفوش حتى لمين، كيكون هو السبب ان الرحم ديالهم نازل. بزاف البنات كيكون عندهم هاد المشكله، والا هزوه هزوه بهذه الطريقه اللي غنوريكم في هاد الفيديو يقدروا يحملوا، لان هاد النزول ديال الرحم كيعيق الماء اللي بغات تحمل، كيعيقها عن الحمل، لان كيكون داك الرحم كيهود على الجنب الايسر ولا كيهود على الجنب الايمن، وكيتلوى الفم ديال الرحم كيتلوى، ومن ما كيستافدوش من العلاقه اللي كتكون حميميه مع راجلها، ما كتستافدش منها ملي كتبغي تحمل، ما كتوقعش داك المراد، ما كيوقعش علاش ما كتحملش. هذه الطريقه علاش. وكاين الماء اللي كتكون نفساء باقا خضراء، كنقولوا باقا خضراء، كتهز شي تقول وكدير شي حركات، كتهود بالزربه ولا كتنقز ولا شنو، حتى هي كطيح لها الرحم. واللي كتكون عندها شي مشاكل يعني تقول، كيكون عند الكرش والعضلات، وكتكون عند الكرش حتى هي بزاف وكلشي، ومع قوه الوقوف وقوه الخدمه كينزل ليها ثاني الرحم. نزول الرحم عنده مشاكل كثيره. المهم غنوريكم بنياتي باش غنهزو ان شاء الله الرحم، تهزي غير بنفسك بلا ما تحتاجي لا ولا حتى شي واحد. اي امراه غنساعدها وغنوريها كيفاش تهز الرحم ديالها الا حست به، باش غتعرفوا. كتكون داك الرحم كيهبط لتحت، كيولي شكل كره نازله منها على فم سترتها، كيكون واحد الكره نازله، كيكون ظهرها بزاف. سمحوا لي بنياتي، كلشي غنقول لكم كلشي اللي كيكون، كيكون ظهرها ضاره ما كتقدرش تمشى، حتى الرجلين والصيغان ديالها كيضروها بزاف، ما كتقدرش تمشي، وكيكون عندها تعب، وكيكون عندها سلاسل البول كثير، كتمشي للطباليط بزاف بحال الحريق عندها، وهي ما عندهاش الحريق، هي راه غير الوالده كتكون هابطه ليها. بزاف المشاكل، بزاف النساء ما كيعرفوش واش الوالده طايحه ليهم ولا لا، قليل اللي كيعرفوها. المهم انا غنوريكم بنياتي كيفاش غتهزو. كنحتاجو بنياتي هاد زيت الزيتون، غادي نسخنو ان شاء الله، وكنحتاجو هاد التيمومات، هاد الحجر ديال التيمومات كنحتاجو وحده ولا جوج، هادي باش نسخنو بها. ونحتاجو واحد الفيطات اللي هما سريبيتات صغار، تما غنحتاجوهم بنياتي، وغنوريكم كيفاش غتهزي بنفسك. اولا غادي ان شاء الله نشدو، بسم الله على بركه الله، غنشدو هاد التيمومات غنسخنوهم، سخنا مع على البوطه، وهانتوما غتتابعوا معايا بنياتي كيفاش غندير كلشي بدقه دقه. وشعلنا على دوك التيمومات جوج، غنشعلو معايا الغاز وغنسخنوهم، سخنوهم ماشي تسخنوهم بزاف، غير دفيهم باش ما نحتاجوش. هاد الطريقه اللي كنديروها باش ما نحتاجوش المجمر، كاين المجمر اللي كيبغي شي المجمر، ولا تبغى البوطه تحطيها حداك ولا شي حاجه، اللهم هادي تسخنيهم وتحطيهم حداك وبداي تساعدي راسك. انا غنوريكم دقه دقه هاد الطريقه كيديروها النساء الزمانيات ديال بكري، هاد الطريقه اللي كيهزو بها الرحم ديال بكري ملي كتكون المراه تعطلت عليها الولاده، كديرها ولا كتشوف راسها ان طاحت ليها الوالده، وكتحس بشي وجع في الظهر في رجليها، ما تقدرش تمشى، بزاف د الحوايج دارتهم، كديرها الطريقه. غنتابعوا معايا دوكا، انا غادي ان شاء الله غنطفي عليهم، غادي نسخنو ونطفي عليهم وغادي نمشيو نتلاقاو. بسم الله على بركه الله، كتمغطي ان شاء الله على ظهرك. مني غنوريكم بهاد العينه، هادي راه ماشي لا مرأة لا نسوة لا والو، غير شي حاجه غنوريكم بها مخدات صوبتهم وقديتهم باش نوريكم الشانتيو بنياتي وليداتي، باش نوريكم. اولا السيده اللي كتكون طايح ليها الرحم مع الصباح بكري، تكون بلا فطور، كي تنوض من النعاس تمغط على ظهرها وتهز عزكم الله رجليها في الحيط، يعني انتما كتشوفوا كيما هاد العروسه اللي هاد اللي مهزوزه على الحيط، كتهزي رجلك على الحيط بحال هكايا، ومن بعد قبل ما كتهزي رجلك على الحيط كتاخذي واحد المخده وكديريها تحت من يعني تحت من
المقعد ديالك انت كتحطي ديك المخده تحت المقعد ديالك بحال هكا كتهزي داك المخده كديريها بحال هكايا تحت المقعد تحت المقعد ديالك باش كتولي هاد الباسان ديالك مهزوز على الحيط بحال هكا بحال هكا الطريق يعني كتكون داك المخده هازه ضروري ديك المخده كديريها باش كتهزي بها المقعد ديالك مزيان باش هاد الوالده كترجع لان الوالده كتكون طايحه هنا في هاد القفاد القنص كتكون طايحه في هاد الجهه الاي هاد كنقولوا حنايا الجدر ديال الفخذ ولا بو كبار كنقولوا ليه هاد الجدر ديال الفخذ كتكون متنيه فيه الوالده ولا كتكون في هاد الجدر الايسر هادو هما الوالده ملي كطيح كطيح في هاد البلاصه وملي كتشد كتشنق الماء من رجليها ما كتقدرش تمشى بهم هذه الطريقه اش كنديروا بنياتي كديروا شويه زيت زيتون في يديكم بحال هكايا وكتمشيو لهذوك التيمومات اللي نتوما سخنتهم على هاد الغراض باش تسخنوا يديكم بحالكم سخنوا بهم يديكم مزيان تيوليو سقعان وكتجيو من هنايا كديروا بسم الله الرحمن الرحيم كبدا تهزي بحالكم كديري بحالكم كتشدي من هنا بيدك بحالكم وكتهزي من الفوق كديري من تهزي من الفوق بحالكم هاك كتشي من الجدر كتنزلي بحالكم وكتجري السيده كتجر راسها هي مغطى كتحس بديك الوالده كتجرها كتطلعها بحال هكا كتوركي من الجدر وكتطلعي بحال هكا كتطلعي كتمشي ثاني للجدر الايسر حتى هو وكتبداي تجري بحال هكا انت من الجدر بحال هكا كتبقاي تطلعي كتطلعي شي 5 دقائق يعني 5 دقائق من هنا من هاد الجهه الايمن و 5 دقائق من هاد الجهه الايسر كتبقاي ديري بحال هكا ومن بعد كتجي للوسط من هنا وكتبداي تجمعي كتجمعي بحال هكا كتجري ثاني واحد 5 دقائق كتجري تتحسي بديك الوالده كطلعيها وهذا الشيء قبل الفطور مع الصباح الباكر قبل الفطور يعني كتبقاي تجري حتى كتجري هذه 5 دقائق من بعد كتمشي للقدم ديالك كتضربيهم بهذوك القدام ديالك كتشديهم على الحيط يعني ها هما على الحيط كتبدا تضربيهم على الحيط كتضربي القدم الاخر كتضربي القدم بالقدم كتضربي الاقدام ديالك على الحيط كتحاولي تضربيهم بالجد باش كتدخلي ديك الوالده وكتجي من الصاق اللوراني وكتبدا ديري بحالك كتملسي السيقان ديالك بحال هكا تحلي لهم التشكريف ودائما كتستعني بزيت الزيتون وكتستعني بالتيمومات اللي كنقول لكم سخانين بحال هكا كتسخنوا بهم يديكم ولا كديروا في عويفيه ولا كديروا تويميمات كيكونوا سخانين كتسخني بهم بحال هكايا وكتمشي لهاد البلايصان دائما خد هنا دائما كتحسي بهذاك الشيء وانتي كتجري ما تحنيش من راسك جري يعني من الجدر تاع بو كبار يعني من الجدر تاع الفخذ وانتي كتجري بحال هكايا وكتمشي حتى للجنب الايسر تاعها وكتجري بحال هكايا يعني وكتمشي للقدام ديالك كتضربيهم بحال هكا كتضربي على الحيط بواحد الضربات يعني مجهدين باش تحاولي ترجعي الرحم لبلاصتو من بعد ملي كديري هنايا 5 دقائق وهنا 5 دقائق وهنا كديري ثاني 5 دقائق وكتبقاي على عينك فاك ناعسه يعني تتبقاي على شحال كتجيبي واحد الشال يعني واحد الزيف ولا شال يعني كيكون عندك كتشدي به يعني بحال هكايا كتشدي من ظهرك كتمشي يعني ما تقدريش ما تنوضيش كتشدي هاد الزيت بحال هكا كتشدي شي شال يكون كبير بحال هكايا تشدي شال بحال هكا انا عندي دوكا ما وجدت الشال كتشدي الزيت بحال هكايا وكتعقديه من التحت يعني كتشديه من التحت من هنايا كتكونيه من هنا من التحت كتجريه كتخشيه من هنا من التحت من هنايا كتكوني كملتي ديك الساعه 5 دقائق منك وكتجيبيه من هنا من تحت بوكبار من هنايا كتجيبي من هنايا كتعقدي كتحاولي تعقدي عقده مزيانه يعني باش تشدي ديك الوالده اللي انت طلعتيها كتحزميها بحال هكايا وكتبقي على ظهرك شحال وعاده متقعدي غير بشويه ملي كتدي هادشي كلشي اللي قلت لكم درتي هنا 5 دقائق ودرتي هنا 5 دقائق ويعني ودلكتو في خاطكم ودلكتو صيقانكم وضربتي القدام ديالك على الحيط صافي كتحزمي من هنايا من تحت الجدر كتحزميه مزيان وكتقعدي وكديري هاد الطريقه كديريها مده 3 ايام كل يوم على الصباح الباكر بدون فطور كديري هاد الطريقه ملي كدي تحزمي كتشدي هاد التيمومات اللي قلت لي سخناهم كتهزيهم بهاد المنديل
كديريهم بحال هكا كدير عليهم مندي باش ما يحرقوكمش، راه كيكونوا عاد دافين كيكونوش، وكتجي حتى لهاد البلاصه تحت هاد هاد الزيف اللي درنا هاد المنديل كتحطيهم تحت من هاد يسخنوا لكم هذيك البلاصه باش يطلع بحال هكا. كتشدي ثاني هاد التيمومه اخرى اللي سخنا ها هي، وكنمشيو للجدر الايسر وكنحطوها تحت داك الزيف اللي حنا عقدنا، يعني الشال ولا الزيف بحال هكا كنحطوه بحال هكا في الجدرات. ثم كتسخن لينا هاد البلاصه وكنبقاو حاطينه، وكنبقاو متكين واحد الساعه وحنا متكين بحال هكايا تنحسوا بديك السخونيه طلعت لينا مع الوالده ديالنا، ونعاودوا بيدينا بحال هكا بحال هكا، كنعاونوا بيدينا بحال هكا كنحسوا بهم حتى دفي لنا ديك البلاصه. ملي كنحسوا صافي دفيناها واحد الساعه وحنا متكين صافي كنقدروا نحيدوا هذيك التيمومه، صافي كملنا ساعه تاع المقاله نحيدوا دوك التيمومات نحيدوهم ونتقعدوا. من تقعدوا نوضوا نقضيو شغلنا، ولكن هاد الحزام ما نحيدوش، نهبطوا عليه حوايجنا ونبقاو نشقاو بيه ندورو بيه نفطرو بيه نديرو بيه كلشي يعني. وغنوريكم ان شاء الله في الفيديو الجاي نوريكم اشنو غادي تستعمل تاني السيده اللي بغات تحمل، اللي بغات تهز الوالده بغات تهزها، هذه هي الطريقه. والسيده اللي بغات تحمل غنتهز الوالده وغنوريها اشنو غادي دير ان شاء الله، اش من عشوب اللي غادي ديرهم ان شاء الله، واش الاستعمالات اللي غاديها ملي تبغي تحمل ان شاء الله، باش نعطيها واحد الطريقه باش تسخن بها ان شاء الله الوالده ديالها وتنشط بها البويضات ديالها والوالده ديالها ان شاء الله، وتنقيها وتقادها باش الا كانت باغا تحمل غتحمل ان شاء الله بكل سهوله، ويكون كلشي داكشي فعال ومزيان. هادشي اللي كنا كنديرو بكري ان شاء الله، هادشي اللي كنا كنديرو بكري، هادشي اللي عطيتكم في هذا الفيديو ان شاء الله. ولا كان شي سؤال ولا استفسار انا تحت الامر ديالكم، وهادشي اللي بغيت نقول لكم ابنياتي، وهادشي الاول كيفاش غنوريكم كيفاش تهزوا هاد الرحيم ديالكم. هذه الطريقه اللي وليتكم ابنياتي، ونتمنى وصلت لكم شي معلومه اللي هي ديال الزمانيات، العيالات الزمانيات اللي هما فايتات دايرات هادشي وكيعرفوا لي، وما كتحتاج حتى وحده تكون عب وحده، ما تحتاج حتى وحده، وتهز الرحيم ديالها بمساعده ديالها الراس وشويه عليها وهي كتعرف اش كدير. وان شاء الله الفيديو الجاي غنعطيكم ان شاء الله اشنو غديروا ان شاء الله. والسلام عليكم، وإلى اللقاء، مع السلامة.